يقولون صدام حسين كان دكتاتور وحاربوه واتفقوا مع كل دول الخبث في العالم على مود يسقطون نظام صدام حسين. وللأسف ومتندم بقتشع الراسي في يوم من الأيام كنت من ضمن ما يسمى بالمعارضة العراقية. كنا نتأمل في وقتها بأنه مو ضمن نظام صدام حسين، مو كصدام حسين شخصيا. أنا مشكلتي كانت مع عدي، وارجع وأقول الله يرحمه. وبعض الأخوة يقولوا لي أنت شلون تترحم على واحد عذبك وقتل عائلتك وقتل والدك ودمر حياتك. أنا قلت لكم وأكرر كلامي، الرجل لو كان عايش لليوم أسبه ولليوم أفضح عمايله. الشغلة اللي أنا أخفرها إله وأقول الله يرحمه لأن ما مات جبان وما سلم وقتل نفسه أو سوى شيء، لا، حارب الأمريكان هو وقصي الله يرحمه وابن قصي والحارس اللي كان معاهم. فمن أقول الله يرحمه وغفر الله إله لأن قاتل الأمريكان. أي شخص بطل يقاتل الغازي لبلده. ولهذا أنا كلطيف يحيى اللي عذبني عدي وقتل والدي وعذب عائلتي وشتتها، أقول وأرجع وأكرر الله يرحم عدي صدام حسين، ومحلل وموهوب إلى يوم الدين وعفى الله عما سلف. نقطة راس سطر. اللي عاتبني اللي يتكلم ضدي هذا مو شغلتي. يقولون صدام حسين دكتاتور، أنا شفته الدكتاتورية مالته شلون كانت لما عاقب عدي بسبب تعذيبه إليه. هذا الدكتاتور اللي تقولون عليه، أنا شفته كيف كان يعاقب عائلته وعشيرته وأفراد حمايته، لما كانوا يتجاوزون على المواطن العراقي كانت الرضوانية تشهد لهم، وعمارة الحياة في القصر الجمهوري تشهد للحجز مالتهم والتعذيب اللي كانوا يتعرضون إلى بأمر الرئيس، لأن كان يقول عندي العراقي فوق كل شيء. هذا الدكتاتور. أما الديمقراطية اللي أنتوا تتبجحون بها يا من جيتوا بعد 2003، اللي حماياتكم ما بقى واحد ما ضربوه، ما بقى واحد ما اعتدوا عليه بالشوارع برا بالنوادي بالمطاعم، والله أنا حماية فلان وأنا حماية علان. أما عوائلكم وعشائركم فأنتوا شفتوا الدولة العراقية الجديدة اللي بنيتوها شون أصبحت دولة عوائل. هذه الوزارة الفلان وهذا الوزارة العلان وهذه الإدارة الفلان مكان، وتقول لك ويرجع يقول لك صدام دكتاتور كان جايب عشيرته وصدام طائفي وكان يكره الشيعة ويكره فلان وعلان. أشو من ضمن القائمة 50 شخص اللي أمريكا طالبتهم 38 شيعي. هل هذولا شيعة أم تقولون بعثية؟ ما هو حزب البعث منو كان مؤسسه ومنو كان المشترك به غيركم يا من نزعتوا الجلد مالتكم وطلع وجهكم الحقيقي، نزعتوا الزيتوني اللي كنتوا تكتبون تقارير على الناس وتعذبوهم في السجون في الأمن العامة وأبو غريب وكل هذه الأجهزة، وبعدين صرتوا من جيش الوردي واتبعون مقتدى السطل. هذه المصيبة اللي موجودة بالعراق، تبدل الكرسي يتبدل الناس. لو انتوا هسه بالعراق حشاكم حشا الطيبين جابوا لكم مطي يحكمكم، ام راح تصيحون عليه مطي وياك مطي. هذا مصيبتنا وهذه علتنا من يوم تأسيس الدولة العراقية اللي عبرت 100 سنة. هذا الرسالة للعقلاء، جماعة الدكتاتورية وجماعة البعثية اللي يصيحون علينا وروح حرر عرضك وحرر ما أعرف شنو. من تحررون عقولكم
اعراضكم راح تتحرر.